إله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. اليوم هو الحد السادس من الصوم المقدس. الحد السادس من الصوم المقدس، آخر حد في الصوم، لأن الحد اللي جاي هيبقى حد الشعانين، فده آخر حد في الصوم المقدس. زمان كان الآباء في بداية الصوم يهنوا بعضهم ويقولوا كل سنة وأنتم طيبين على بداية الصوم. في نهاية الصوم طبعا بنبص على فترة الصوم كلها واستفادتنا الروحية اللي فيها، ونبص كمان على الفترة اللي جاية اللي هي الفترة كلها هتبقى أسبوع ألام وكلها قراءات وكلها تعزيات وبركة كبيرة. فاحنا طبعا اللي ما استفادش بالصوم الفترة اللي فاتت قدامه الفترة اللي جاية الأسبوع دوت وأسبوع الألام بإذن الله. الحد السادس من الصوم المقدس اللي هو حد المولود أعمى، اللي هو ليه أسماء تانية، حد التناصير أو الحد الأخير، الحد الأخير لأنه آخر حد في الصوم المقدس، وحد التناصير لأن الكنيسة الأولى كانوا يجمعوا كل غير المؤمنين قبل ما يتعمدوا يحضروا فترة الصوم المقدس وييجوا على آخر حد اللي هو الحد التناصير يتعمدوا، وبعد كده يشتركوا كمؤمنين في الفترة اللي جاية في أسبوع الألام ويعينوا مجد القيامة وهكذا. كان بيتسمى هذا الحد حد التناصير، وعشان بيتسمى حد التناصير الكنيسة رتبت هذا الإنجيل، إنجيل معلمنا مار يوحنا اللي ذكر فيه هذه المعجزة، معجزة المولود أعمى. والواحد لو بصش معنى المعجزة دي بالذات اللي هو اختارتها الكنيسة عشان خاطر حدا زي كده لو حد التناصير، ليه المعجزة دي بالذات؟ ممكن يكون فيه زي ما كنا بنشوف مثلا في المعمودية، بنقرأ إنجيل عن حديث السيد المسيح مع نيقوديموس عن المعمودية، أو ممكن نقرأ إنجيل عن عماد السيد المسيح. إيش معنى الإنجيل ده بالذات عن حد التناصير؟ الإنجيل دوت بالذات فيه دروس كتيرة لكل إنسان منا، وإزاي السيد المسيح بيتعامل مع غير المؤمنين، وإزاي الشعب بيتعامل مع غير المؤمنين اللي أصبحوا مؤمنين. في هذا الإنجيل بنشوف شفاء المولود أعمى. في إنجيل معلمنا مار يوحنا الأصحاح التاسع ذكر في هذا الإنجيل، بس إنجيل ماري معلمنا يوحنا. ولما نيجي نتتبع كل الآحاد بتاعة الصوم المقدس من الأول لغاية النهاردة، نلقى أن الكنيسة عمالة ترتب حديث قصة توبة خاطي ورجوعه لربنا. تبدأ بأول حد اللي هو كان حد الكنوز، وتاني حد كان أحد التجربة. لما الإنسان بيبص على الكنوز بتاعته في السماء، تاني حد بيبقى حد التجربة، أصل الشيطان مش هيسيبه فهيتربص بالإنسان عشان خاطر يخطئ. تالت حد الإنسان عاوز ضل وعاوز يرجع، حد الابن الضال، ابن الشاطر اللي قام من الخطية مسرعا وقال أخطأت إلى السماء وقدامك. وبعد كده حد السامرية اللي ذهب في الخطية ومعرفش يرجع، فسيد المسيح راح عشان يقابل هذا الخاطي السامرية ويعود بيها تائبة. وبعد كده حد المخلع اللي الخطية أقعدت الإنسان مدة طويلة 38 سنة، ربنا برضو بيقول إن لسه في أمل وممكن يرجع. والحد ده وتحد المولود أعمى، الإنسان اللي أصاب بالعمى وما شافش وخلاص مش قادر يشوف السيد المسيح، أو الإنسان اللي هو غير مؤمن اللي ما بيشوفش السيد المسيح، اللي مش بيشوف ربنا. ربنا بيقول لنا النهاردة إن هو الطريق والحق والحياة، والنهاردة هيفتح هذا عيني هذا الإنسان وهيخليه يشوف ويبصر بصيرة روحية. في المعجزة دي تعالوا نشوف ثلاث دروس كده مع بعض في هذه المعجزة، معجزة شفاء المولود أعمى. أول حاجة بنشوف إن السيد المسيح بيقول في بداية الإنجيل وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته. يعني هو ماشي وشاف إنسان أعمى منذ ولادته، وهذا الإنسان إنسان زي أي إنسان غير مؤمن مش من الحظيرة. ربنا شافه وهو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته. طبعا ما نعرفش اسم المكان المدينة ولا نعرف اسم هذا الشخص، بس كل اللي نعرفه من الآية اللي بعديها على طول، سأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟
مش في كل مرة السيد المسيح ماشي بيشوف حاجة، أو مش كل مرة السيد المسيح بيبقى ماشي في مدينة التلاميذ بيسألوه، بس واضح من سؤال التلاميذ للسيد المسيح، أصل السيد المسيح كان نظر لهذا الإنسان المولود أعمى، يعني بيقوله أنا جاي لك، أنا حامل آلام العالم وجاي عشانك. ويمكن عشان خاطر نظرة السيد المسيح ليه هي اللي خلت نظرة الحنية بتاعة التلاميذ إن هم يسألوا عنه، أهذا أخطأ أم أبواه؟ يعني نظرة السيد المسيح لهذا الإنسان هي اللي جابت الرد الفعل دوت بتاع التلاميذ. فربنا تطلع لهذا الإنسان المسكين وخلى التلاميذ برضو يتطلعوا معاه إلى هذا الإنسان المسكين عشان خاطر يعرفوا إيه قصته. فالسيد المسيح بيقول لنا هنا إيه في الرسالة ديت مع أول موقف بيشوفه مع السيد، بيشوفه مع هذا الإنسان وبيشوفه مع التلاميذ اللي حواليه، بيقول لنا إيه؟ ان السيد المسيح شفى كتير، شفى المفلوج وقال له ايه، حذره من العودة للخطية ان هو ما يرجعش يعني للخطية، لكن الانسان ده كان مولود اعمى، فبيقول ان هو مش ده اللي كان اعمى، مش ده اللي اخطأ ولا ابواه، لكن ده انسان محتاج ان هو يبصر، ده ليه حاجة تاني، ده ليه خطة تاني. ربنا بيجذب كل انسان حتى اللي مش طالبه، حتى اللي ما طلبهوش. يقول ايه هنا في اشعياء؟ اصغيت الى الذين لم يسالوا وجدت من الذين لم يطلبونني، حتى اللي لم يطلبونني وجدت، واللي لم يسالوا اصغيت ليهم. ربنا عارف باحتياجهم، اصغى ليهم ووجد عندهم عشان خاطر يقول لنا ايه، ان هو هذا الانسان دوت ربنا عاوزه. بيقول لنا في رسالة بولس الرسول لغلاطية ان هو بادر بالحب فأحبنا قبل ان نعرفه، بادر بالحب فأحبنا قبل ان نعرفه. الله نظرته الحانية، نظرته بتحنن لهذا الانسان بتلفت نظرنا، بتقول ان في ناس كتيرة، خراف كثيرة ليست من هذه الحظيرة، ربنا بيتحنن عليها وربنا عاوزها الى هذه الحظيره، وربنا من حنيته حتى لو الناس اللي من ليس من هذه الحظيره ما طلبوهوش، ربنا برضو هيبادر بالحب وهيروح وهيشوف وهيجيب الناس ديت. وده كانت اول حاجه، اول درس بنشوفه في حوار بين السيد المسيح وبين تلاميذه. وبنشوف في هذا الدرس ان السيد المسيح بنظرته متحننه وليه خراف تانية وليه ناس تانية مش من هذه الحظيرة ربنا عاوزهم، وهذه الخراف ربنا مرتب ليهم ان هم ييجوا في هذه الحظيرة حتى لو ما سألوش وحتى لو ما بدروش، ربنا هو اللي هيبادر بالحب. النقطة التانية اللي بنشوفها برضو في هذا عن الدرس التاني عن طريقة شفاء السيد المسيح لهذا المولود أعمى، في طريقة شفائه لما تفل في الطين وخلق عين جديدة لهذا المولود أعمى، وكان اليوم دوت يوم سبت اللي هو عكس التقليد اليهودي. ربنا عاوز يقول لنا ايه في الرسالة ديت؟ صح ربنا متحنن وبيروح لكل انسان، لكن ربنا برضو ليه خطة خاصة مع كل انسان. يعني ممكن يكون احنا كلنا ولدنا في المسيحية، طب ناس الغير المسيحيين ربنا ليه خطة خاصة مع كل انسان فيهم، ليه خطة معينة مع كل واحد فيهم، ربنا ليه خطة حتى مع كل واحد في الحظيرة، مع كل واحد فينا، مش كل واحد بيرجع بالطريقة اللي هو متخيلين كلنا هنرجع. ده كانت قصة حياة الانسان وقصة توبته في الاسابيع اللي فاتت، ممكن انسان يبقى ابن ضال في بيت ابوه وادرك ان هو اخطأ ورجع، وممكن يكون انسان زي سامرية اخطأت ومش عارفة ترجع، وانسان قعد في الخطية مدة 38 سنة. فحتى جوه الحظيرة ممكن يكون في ناس ربنا بيتعامل مع كل واحد بطريقة معينة، بطريقة خاصة زي ما شفنا في الاسابيع اللي فاتت. حتى في المولود اعمى ربنا ليه طريقة خاصة، حتى لما تكون الطريقة الخاصة ديت غير التقليد اليهودي في الوقت دوت، ان هو كسر السبت مثلا، ان هو تفل في الطين، ربنا حتى من سياق
هذا الكلام عاوز يقول لنا ان هو الخالق، ان هو الخالق. احنا بنبص بطرق وربنا بيبص برضو بطريقة تانية. طريقة ربنا طريقة خاصة لكل انسان، بيتعامل مع كل واحد بطريقة خاصة. فده الدرس التاني اللي بنشوفه، ربنا طريقته طريقة خاصة مع كل واحد فينا. ما نقدرش نقول مثلا ليه الانسان ده بيعمل كذا وليه جه كذا وليه راحت وليه جت، وننكر ان ربنا تعامل مع هذا الانسان ومع هذا الشخص بطريقة خاصة. وعشان كده ربنا عاوز يقول لنا المسج دي، اولا هو متحنن يفتقد حتى لو الانسان لم يطلبه، وثانيا لطريقته الخاصة مع كل انسان في الحظيرة وخارج الحظيرة، وثالثا وده المهم نلقى ان الانجيل معظم الانجيل كله اذا كان ذكر الدرسين دولت في ايتين ثلاثة في الاول، لكن نقرأ الحديث كله حديث بين الجيران وبين المولود أعمى، حديث بين المولود أعمى والفريسيين، حديث بين الفريسيين والوالدين بتوع المولود أعمى، كلها أحاديث. عاوز يقول لنا إيه هنا ربنا في الموضوع دوت، أو إيه الرسالة اللي بناخدها من هذه المواضيع؟ لو ربنا تعامل مع الإنسان المولود أعمى بطريقة معينة وبحنية معينة، لكن في رد فعل، رد فعل دوت بيكون من البشر، وهذا الرد الفعل دوت اللي ربنا بيحذرنا منه. تعالوا شوفوا كده الحوارات ديت اللي حصلت. حوار بين الجيران والأعمى. الجيران ما كانوش مصدقينه، ما كانوش مصدقين، فبيقولوا له أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ كان إنسان يجلس ويستعطي، مش هو ده اللي كان بيجلس ويستعطي؟ وآخرون إنه يشبهه، لغاية ما هو أكد إني أنا هو. فهم دهشوا طبعا ان هو ده كان مولود في وسطيهم اعمى، فدهشوا. فقالوا له كيف انفتحت عيناك؟ فاجاب انسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني. طبعا كل دوت، كل الحوار دوت، ان لو نشوف في الاخر مثلا ان الجيران دولت كانوا بيدوروا على السيد المسيح عشان خاطر يشوفوا اللي فتح اعمى ويتبعوه، كان ممكن يكون مثلا الجيران دولت بيدوروا على السيد المسيح عشان خاطر يستفيدوا منه. لكن نيجي نشوف الحوار اللي بعده، ان هم ايه، اتوا الى الفريسيين بالذي كان قبلا اعمى. خدوه للفريسيين عاوزين يشتكوا عليه. وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فبدا هنا الحوار بين الفريسيين وبين المولود اعمى. يعني كان حوارهم معاه مش عشان خاطر يعرفوا مين السيد المسيح او يتقربوا منه او يعرفوه، كان حوارهم معاه عشان خاطر يشتكوا عليه، عشان خاطر يوقعوه في الغلط، عشان خاطر ان هو كسر سبت. فراحوا بعد كده سألوا الفريسيين، راحوا سألوه، وجاه حوار تاني بين الفريسيين والأعمى في ايات كتيرة بيقول ايه اللي حصل. فقالوا لهم وضع طينا على عيني واغتسلت فانا ابصر. وقالوا انه ليس من الله لانه لا يحفظ السبت. وكيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات؟ حكم تاني غير حكم الجيران، حكم الفريسيين كاسر للسبت. وبعد كده طبعا ما صدقوش الفريسيين، راحوا لمين؟ للوالدين. لم يصدق اليهود انه كان اعمى فابصر، راحوا دعوا ابوي الذي ابصر. وطبعا سالوه هذا ابنكم الذي تقولان انه ولد اعمى فكيف يبصر الان؟ ما قدروش طبعا يفهموا، ولا قدروا يصدقوا، ولا قدروا يشوفوا. وده كان حوار بينهم وبين الوالدين. طبعا الوالدين لانهم خايفين لانهم يعزلوا من 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 هذا المجلس ومن اليهود، فطبعا خافوا او ما اكدوش. هم الاكثر ان هم ما اكدوش. وكانت حوارات، كل الحوارات دي تدينا الرساله ان ربنا في تعامله مع الانسان ممكن الانسان ياخد الرساله دي، لكن ممكن كل اللي حواليه يعطلوا عمل ربنا، او ممكن يعطلوا هذا الانسان من ان هو ياخد عمل ربنا. وده درس لينا طبعا، ان اي انسان ربنا افتقده، او اي انسان ربنا بيرتب له خطه معينه في توبته، او اي انسان ربنا بيرتب خطه معينه ان هو يجيبه الحظيره، يرجعه لهذه الحظيره، او انسان ما كانش في الحظيره اصلا وعاوزه في الحظيره، احنا كبشر المفروض ان احنا لا نعطل عمل الله ولا نشتكي عليه،
ودوت طبعا بنلاقي ان على قد ما الجزء الكبير من هذا الانجيل كله بين حوارات بين البشر، لكن نلقى ان الانسان المولود اعمى اللي ربنا اداله النعمه ديت البصيره الروحيه يجي في الاخر ويؤمن ويؤكد ايمانه كانسان مولود اعمى مؤمن. الثلاث دروس دولت اللي بنشوفهم النهارده عن الانسان المولود اعمى، ربنا في حنيته بيجتاز ويبادر بالحب حتى لو الإنسان لم يطلبه. والطريقة الثانية، ربنا في حنيته ليه خطة خاصة مع كل إنسان في الحظيرة وبرا الحظيرة. والنقطة الثالثة، الإنسان البشر ممكن يكون ليهم دور في تعطيل عمل ربنا وفي الشكاية عليه وتعطيل الخدمة ودوت التحذير اللي بيقدمه لنا النهاردة الإنجيل، لكن ربنا بيقول لنا في الآخر إن على البصيرة الروحية، إن هذا الإنسان كان مبصر وكان ليه البصيرة الروحية، الله يعطينا هذه البصيرة الروحية، له كل المجد من الآن وإلى الأبد، أمين.